ومعنا الآن من فيينا رئيس المركز الثقافي العربي الأوروبي السيد زياد السنجري، مرحبا بكم. إذا افتتحتم في فيينا المركز الثقافي العربي الأوروبي، لو تحدثنا عن أنشطة هذا المركز وأهم أهدافه. بالبداية أريد أن أشكر قناة الرافدين الفضائية الرائدة التي دائما ما دعمت قضايا الأمة العربية وفي كل القضايا التي تخص العراق والوطن العربي، كذلك دعمت المثقفين العراقيين والعرب جميعا. المركز الثقافي العربي الأوروبي في فيينا هو نواة لمشروع كبير سوف يغطي عموم أوروبا. فالحقيقة سوف أعلن عن افتتاح قريب جدا لفروع هذا المركز في العاصمة السويدية ستوكهولم، وكذلك فرع آخر في العاصمة البريطانية لندن. الحقيقة نحن مجموعة من العراقيين المغتربين الذين هجرنا من بلادنا في العراق وفي سوريا وعدد من الدول العربية الأخرى، ومن النخب التي نستطيع أن نقول بأنها مثقفة وأكاديمية استطاعت أن تترك بصمة كبيرة هنا في أوروبا. لذلك ارتأينا أن نوحد كل الجهود لكي ننشر ثقافة الثقافة العربية، ثقافة التسامح، ثقافة التي تكسر النمطية عن بلادنا، نمطية الحروب والمشاكل وانتهاكات حقوق الإنسان. اليوم نعمل على خلق رؤية جديدة هنا في أوروبا، والحقيقة نحتاج كل الدعم من كل النخب المثقفة والمؤسسات العلمية الموجودة في العراق وخارج العراق، بعيدا عن كل الأحزاب والمشاكل السياسية. نحن أصحاب رسالة سامية نحاول أن نقدمها لكل العالم وخاصة في أوروبا. أيضا دعوتم في كلمتكم أستاذ زياد إلى تبني الخطاب الإنساني والثقافي وإبعاد الصور السيئة التي اقترنت بالشعوب العربية، ما الوسائل التي اعتمدتموها لتنفيذ هذه الرؤية؟ حقيقة أثناء العرض قدمنا فقرات كثيرة، لربما من ضمنها كما أشرتم إلى الفيلم الإنساني ريم، والذي تحدث عن قصة طفل عراقية في مدينة الموصل. الفيلم شارك في عدد من المهرجانات العالمية وحاز على عدد من الشهادات، وهو من إخراج وإعداد الفنان عضو المركز الثقافي العربي الأوروبي حمزة الفخري. الفيلم تفاعل معه الكثيرون. هناك مشهد مسرحي مهم جدا قدمه الفنان الكبير عمر البجاري القادم من العاصمة الفنلندية هلسنكي. استطاع الجمهور أن يعرف أو يستكشف حالة الإنسان العربي وحالة الإنسان العراقي بدون أن يتكلم الممثل بلغة الجسد. فالحقيقة هناك وسائل كثيرة لنشر مفاهيمنا، لنشر ثقافتنا عبر رسائل ثقافية، رسائل علمية، رسائل أكاديمية، رسائل رصيدة بعيدا عن الخطابات والتشنجات. وأنا أعتقد بأننا نجحنا لحد كبير في لفت أنظار المثقفين الذين أتوا من عدة بلدان وفي النمسا أيضا إلى حالة المأساة التي يعيشها العرب بصورة عامة والأطفال بصورة خاصة. شكرا جزيلا لك رئيس المركز الثقافي العربي الأوروبي سيد زياد السنجري.